جه اليوم الموعود وهتنزل. ايه بقى الحقيقه اليوم ده الصبح واحنا في الباص كان احنا معانا طبعا خايفين من الشاركس يعني, او ان في قلق من الشاركس اللي في المنطقه. انا عم البحر كله ففي قروش وفي انا معرض يعني, بحر مفتوح بالظبط. فكان معانا شارك ريبيلنت بيترش كده زي سبراي, فبابا كان حاطه في جيبه واحنا رايحين في الباص. ده ريحته وحشه خالص يعني, معمول يعني من الشاركس الميته, هو بيريبل من الشاركس الميته. فريحته يعني انا بقى مستعدني قبلها بيوم معايا السبراي ده ومعايا عشان لو طلع عليه شارك ترش كل حاجه وجهز له. وهو جايبين له ساعه من امريكا كده او حاجه كده بتعمل موجات مغناطيسيه, نحاول ناخد احتياطاتنا باي حاجه. وهو يعني هو بيأهل نفسه عشان هو خايف عليا اكتر من نفسه طبعا, وشايل فتيل الامان وكده. فراكبين في الباص هنصور صورة, يلا صوره بقى قبل العمو بتاع. فانا طلعت اتصور كده وهي الصوره رحت دايس على السبراي وكل الناس بعدت عني بعد كده. ريحه هم افتكروني انا طبعا, بس قلت لهم والله ده سبراي وبتاع فكده يعني. ولونج لاستنج بقى تلاقيها قعدت خالص. يا ريت الشورت كنا هنلغي الحدث ده. اسانس شارك ميته قرش ميت.